فنوعدكم إن شاء الله بالتعويض مستقبلاً. عندنا وقف عظيم، أكفى اليتيم ب300 ريال، الوقف في مكة المكرمة، خير الزمان وخير المكان، حنا في أفضل أيام الدنيا. أنتم تعرفون أفضل أيام الدنيا لما سئل عن معنى هذا الشيء أنها تجمع العبادات بأشملها، الصلاة والصوم والحج والصدقة. فهنيئاً لمن يعني يغتنم الفرصة في هذا الوقف، وإن شاء الله نحن نفرح فيه جميعاً في نهاية هذا البرنامج، وإن شاء الله قبل ما ينتهي هذا البرنامج. ختاماً أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أنا استمتعت معكم، شكراً.